السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج برايم. حياكم الله بهذا الجو الحلو الرائع، الجو الشتوي الربيعي. يا اهلا وسهلا بكم. حلقتنا اليوم راح تحكي مع الاطفال عن الاحجام، مين اكبر ومين اصغر. تابعونا. مرحبا يا حلوين، مرحبا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. فتح فتح هيك وطلع على الكاميرا، قول عليكم السلام. وقف وقف شوي لعب، قول عليكم السلام. قول عليكم السلام. طيب قل لي شو اسمه؟ خليني اسألك، مين اشترى لك هالثياب الحلوين؟ ما بدك ترد علي؟ طيب تسكت، رح نسأل رفيقك. انت مين اشترى لك هالثياب الحلوين؟ ايه هالبنطلون هذا مين اشترى لك اياه؟ ما زعلت. طب مين اكبر، انت ولا في عندك اخ بالبيت؟ ما عندك اخ. طب بدي اسالك، هون طلع فيني، هون طلع. مين اكبر، رقم 7 ولا رقم 6؟ ايه اي وحده اكبر؟ هاي. طب هاي اكبر ولا هاي؟ هاي اكيد. طب شوف هون، عندنا هدية هون وهدية هنيك، أي هدية أكبر؟ أي أصغر؟ هديك أكبر صح؟ اتفقنا؟ قول باي للكاميرا، قول باي، قول باي، طلع طلع على الكاميرا، طلع طلع هنيك، قول باي، قول هيك باي للكاميرا، قول قول قول، يلا هيك إيدك، أيوة. طيب شكرا لكم. شو اسمك؟ اسمي صافي. صافي شو؟ دك. صافي الدك، اهلا وسهلا. بدي اسالك، مين اكبر، التفاحه ولا البرتقاني؟ التفاحه. البرتقاني. البرتقاني اكبر. طيب الموزه اكبر ولا الجزره؟ الموزه. الموزه. شو لون الموزه؟ صفرة. انت شاطر، عرفان كل شيء. طيب الموزه بالانجليزي شو لون، شو اسمها؟ بنانة. برافو عليك. شو لونها بالانجليزي؟ اصفر. بالانجليزي شو؟ يلو. يلو، برافو عليك. حدا نقلك ولا انت تذكرت؟ تذكرت. طيب قول باي للكاميرا، قول باي. يا سلام عليك، شو امير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. يقول الحمد لله عبي، يقول ليش عم تنكشوا؟ انت شو اسمك؟ احمد. وانت؟ عبود القاضي عميمه. عبود القاضي؟ ايه عميمه. يا سلام عليك، هي الاسم الثلاثي عم يعطينا، شايفين هذا البالون؟ شو اسمه هذا؟ نفيخه. هي النفيخه بدي اعطيها لواحد منكم يلي بيفوز. انا بدي اسال سؤال، يلي بيربح بياخذ هي النفيخه، اتفقنا؟ اتفقنا؟ ايه. مين اكبر؟ رقم 4 ولا رقم 3؟ عم 4. وانت شو رأيك؟ 3. لا، الأربعة أكبر. نسأل سؤال تاني، مين أكبر، الجوز، حبة الجوز ولا التفاحة؟ الجوز. تفاحة. تفاحة. بدك تعطي جواب بس، تفاحة لما الجوز؟ تفاحة. تفاحة صحيح، برافو عليك. بدنا نعطي النفخة له، معلش تزعل. وانت كمان رح نعطيك نفخة، تعطيها. اعطونا نفخة تانية يا جماعة، هاي من وراء الكاميرا رح نجيب لكم كمان نفخة ونعطيها لعبودة الحلو. ابن محمد. انت ابن محمد؟ ايه. يا اهلا وسهلا بمحمد وبولاده، تفضل قولوا باي للكاميرا، قولوا باي، قولوا باي للكاميرا. قبل ما تروحوا بدي اسألكم، شو لون شعرك انت وياه؟ ايش اسمه؟ ذهبي. وانت شو لون شعرك؟ ذهبي. انت هيك شعرك طبيعي ولا انت بتحط له الوان؟ انا حطيت. شو حطيت له اليوم، لون ذهبي؟ ايه. كان اخضر سويته هذا. يا سلام، مهتم جدا، يوم بيحط اخضر ويوم اليوم هذا، اليوم هذا ذهبي. طيب ليش هيك بتحط على شعرك؟ بصير تحط هيك؟ لك؟ لا، هي موديل. موديل حلو. وانت مين بيحط لك؟ انا. انت لحالك؟ طيب هلا قولوا باي.
هلا قولي باي. مرحبا يا أميرة، كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك أنت؟ سلام. سلام حاج يوسف. سلام حاج يوسف؟ ايه. من وين أنت؟ عند دوار سجة. عند دوار سجة، مو هيك؟ ايه. يا سلام، العنوان بالتفصيل. هاد شو لونه هاد؟ زهري. زهري؟ ايه. إذا عرفتي بدي أعطيكي هذا البالون. زهري. برافو. تفضلي، هذا إلك. قبل تعالي، لك بدك تقولي لنا دعاء. شو بتدعي انت لما تاكلي او شو بتدعي؟ جيبي يلا تعالي. شو بتدعي لما تاكلي؟ شو بتدعي لما نخلص الاكل؟ الحمد لله، الله عز وجل، بابا الله اطيب، عافية ماما، الله احمينا اولاد. ما شاء الله، قربي لهون. الحمد لله، الله يرزق بابا، الله يعطي العافية لماما ويخلينا الاولاد. شكرا لك. قولي باي للكاميرا. قولي باي. كيفك يا أميرة؟ الحمد لله. شو اسمك؟ جولا نار. جولا نار، شو يعني هالاسم؟ يعني اسم حلو، مو هيك؟ شو لونها هاي البالونة؟ زرقاء. زرقاء؟ شو أزرق بالإنجليزي؟ شو أزرق بالإنجليزي؟ تذكري. ريد ولا بلو؟ بلو. بلو، برافو عليك. في حدا نقلك لما انت عرفتي؟ اللاعبين نقلوكي ورا الكاميرا كتار. في حدا عم ينقلك؟ لا، عم تتستر كمان، ما في حدا عم ينقلنا. طيب، مين اكبر، هذا البالون ولا البالون الزهري اللي معك؟ سلام. الوردي. البالون الوردي، هيك لونه وردي وهذا ازرق. لانك عرفتي مين اكبر بدنا نعطيكي هذا البالون. بس قبل بدك تقولي باي للكاميرا وبدك تغني لنا غنية أو أنشودة. شو حافظة أنشودة؟ أيام الأسبوع 7 حفظانتية. شو حفظانة شيء من قرآن أو أناشيد؟ من الصورة. هاتي لنشوف الصورة، حفظانة الصورة، هاتي احكي لنا، طلعي على الكاميرا واحكي. طيب طلعي فيني، الصورة شو حفظانة؟ الناس. إن أعطيناك؟ إن صورة شو؟ سورة الناس. يلا سمعيني. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يا سلام عليك يا أميرة أنت، شكرا لك. باي للكاميرا. أوام باي كبيرة. ها، هاي بوسة لك. شكرا يا أميرة. مرحبا، كيفك؟ انت شو اسمك؟ زهراء. زهراء، اذا واحد قال لك مرحبا او قال لك السلام عليكم، شو بتقولي؟ الحمد لله. تقولي الحمد لله. باي صف انت يا زهراء؟ صف الثاني. صف الثاني. شو في هالبالون هذا، شو لونه؟ زهري. زهري، اذا عرفتي الجواب بدي اعطيك اياه. انت بتحبي البالون؟ ايه. شو بتقولي له انت، هذا شو اسمه غير بالون؟ ايه. غير بالون، شو بتقولي له؟ نفاخه. ايه. طيب اقرأي لي هذا الحرف، شو هذا؟ هذا الأحمر. دال. حرف؟ ايه. التاء. تاء. تاء. طيب هذا رقم، شو هذا؟ هذا 9. هذا 9 ولا 2؟ 9. لا، تأكدي طلعي فيه. هيك 2. 2، برافو عليكي، لأنك عرفتي رح أعطيكي هاي النفاخة الزهري. بدك قبل ما تطلعي بالكاميرا هيك وتقولي لنا باي، بدك تقولي لي شي أنشودة أو شي غنية، أي شي حفظانة. يلا هاتي أشوف، سمعينا. أيام الأسبوع 7 حفظانتية؟ إيه. يلا هاتي. أيام الأسبوع 7 نبدأها؟ نبدأها. إيه كملي. نبدأها يوم الجمعة. من يوم الجمعة. طيب شكرا لك، ما حفظانت اياها، خلص بكفي انك شاركتي معنا. قولي باي للكاميرا. وهلا في عنا شباب 2 اكابر حبابين جايين ياخذوا اخواتهم من الروضه، فاستاذنهم معلش نصور معكم، فقالوا ايه. شو رايكم؟ معلش. شو اسمك؟ احمد. وانت شو اسمك؟ محمد. باي صف؟ رابع. وانت؟ رابع. كمان اثنيناتكم صف رابع واثنيناتكم احمد ومحمد. انتوا اخوه؟ لا. شو بتقربوا بعض؟ ما بنقرب شيء. ما بتقربوا بعض. طيب بدي اسالكم هلا سؤال على الكاميرا، واللي رح يعرف رح نعطيه جائزه. جاهزين؟ جاهزين. مين اكبر، 3 ضرب 3
ولا 3 ضرب 2؟ 3 ضرب 3. ليش شو الجواب؟ 3 ضرب 3 قد ايش؟ 3 ضرب 3 9. 3 ضرب 2 6. فهيك بيكون مين اكبر؟ 3 ضرب 3. 3 ضرب 3. حلقتنا اليوم عم نحكي عن الاحجام، تمام؟ مين حجمه اكبر؟ طيب مين حجمه اكبر؟ تمام، جاهزين؟ مين حجمه اكبر؟ كوكب الارض. شو هذا يا سلام، كوكب الارض ولا كوكب المريخ؟ كوكب الارض. الارض اكبر ولا المريخ؟ الارض. بعطيك احتمال ثاني. الارض. الارض. لا، قبل اخذتوا الكواكب بالعلوم؟ سمعانين بالكواكب؟ اخذتوا الكواكب؟ لا لا. طيب بس لانكم جاوبتوا على السؤال الاول صح رح اعطيكم هدايا، معلش لو سمحت. هاي كتاب بعنوان شو؟ اقرا لي اياه. قصص. بعنوان الصلاة. الصلاة. الكتاب بعنوان الصلاة. هاي كتاب لك وكتاب لزميلك. شكرا انكم شاركتوا معنا. تابعونا على قناة حلب اليوم برنامج براعي. جاهزين؟ هلا انتم كبار، ما رح لكم قولوا باي، قولوا هيك للكاميرا، اعملوا هيك. من هون اعزائي المشاهدين من هذا المكان باحدى روضات مدينه عزاز بنودعكم بتحيه كبيره، تابعونا بحلقه جديده من برنامج براعم. السلام عليكم.